كشف أثري جديد في مصر، بس يا ترى إيه سر مقبرة ميسي؟ صاحبة قناة يوميات أنوش الفاضحة وقعت في قبضة الأمن، لكن بعد ما حققت مكاسب خيالية. طالبة في الإعدادية أنهت حياتها بسبب خوفها من النتيجة، وقرار مفاجئ من لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة بسبب خلل المنظومة الرياضية. كل الأخبار دي وأكتر هتلاقوها معانا في القاهرة الآن، فأهلا بكم. كشف أثري جديد أعلن عنه عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس في منطقة سقارة، بيعود لعصر الأسرتين الخامسة والسادسة في الدولة القديمة. حواس قال إن الكشف عبارة عن مقابر تعود لعصر الدولة القديمة في منطقة جبانة سقارة، وبتضم توابيت وأواني فخارية وتماثيل، منها مقبرة لخانون جد أف، وده كان بيعمل مفتش على الموظفين وكاهن للمجموعة الهرمية للملك أوناس، آخر ملوك الأسرة الخامسة، وبتتميز المقبرة بأنها ملونة وبها مناظر الحياة اليومية. الكشف الأثري المهم تضمن كمان مقبرة شخص اسمه مري، صاحبها بيحمل عدة ألقاب زي كاتم الأسرار ومساعد قائد القصر العظيم، ومقبرة ثالثة الكاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الأول. وعثر كمان على 9 تماثيل من الحجر الجيري الملون، بتمثل تماثيل الخدم وتماثيل منفردة، لكن ما كانش فيها أي نقوش بتشير لاسم صاحب التماثيل دي غير باب وهمي جنب موقع التماثيل بيشير لأن صاحبها اسمه ميسي. زي حواس أكد إن الكشف الأثري هيكون بوابة لاكتشافات أخرى ضخمة، لأن المنطقة لم تبح بكامل أسرارها. الأجهزة الأمنية في القاهرة نجحت في القبض على صاحبة قناة يوميات أنوش بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور على المنصات الاجتماعية. أنوش اللي بتمتلك عدة قنوات يوتيوب بتنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها فاضحة في بلاغ قدمه المحامي أشرف فرحات، وقال إنها بتنشر الفسق والفجور وبتخدش الحياء العام. التحريات قالت إن أنوش اللي اتقبض عليها في منطقة المعصرة بحلوان في القاهرة ضبط معاها 2 هاتف محمول، وبفحصهم عثر فيهم على مقاطع تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع. التحريات الأولية قالت إن أنوش بتربح حوالي $1000 شهريا، وبتمتلك أكثر من 4 حسابات في 3 تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي، وبتبث فيديوهاتها من شقة في حدائق حلوان، وبتتعمد إثارة الغرائز عشان تسجل نسب مرتفعة للإعجاب والمتابعة. في واقع مأساوية، طالبة في الصف الثالث الإعدادي بمركز تلا بمحافظة المنوفية قررت أنها تتخلص من حياتها عشان خايفة من النتيجة. الطالبة اللي عمرها 15 سنة أدت امتحانات الإعدادية لكنها تعثرت في حل الاختبارات، وده تسبب في دخولها في حالة نفسية سيئة، وبعد الامتحانات وقبل ظهور النتيجة تناولت حبة حفظ الغلال القاتلة وأصيبت بتسمم. والد الطالبة قال إنهم حاولوا ينقذوها ونقلوها للمستشفى لكنها فرقت الحياة، وأكد إن مفيش شبهة جنائية في الواقعة. هيئة الأرصاد الجوية قالت أنه على غير العادة في فصل الشتاء متوقع ارتفاع درجة الحرارة خلال 48 ساعة القادمة بقيم تصل لـ4 درجات، وكمان هتنشط الرياح الجنوبية على معظم المناطق وهتصاحبها أتربة مثارة على المناطق المكشوفة. الأرصاد توقعت أن درجة الحرارة هتوصل لـ26 درجة، وفي جنوب الصعيد هتوصل لـ30 درجة. الأرصاد حذرت الناس من الانخداع بارتفاع الحرارة، وأكدت أن الوضع ده مش هيستمر، ومتوقع تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية الفترة القادمة. الحزن ساعات بيكسر القلب، الوصف ده بينطبق حرفيا على الحادثة اللي حصلت في قرية الدلجمون في الغربية، واللي مات فيها أب بعد 4 أيام بس من وفاة ابنه. القصة بدأت من 4 أيام باختفاء الشاب وائل صاحب 28 عام، واللي كان بيعاني من مرض نفسي، وبالبحث عنه عثر عليه متوفي في حادث قطار وهو بيعبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة. الأب صاحب 47 عام دخل في نوبة حزن واكتئاب شديدة، وأصيب بوعكة صحية من وقت ما عرف بوفاة الابن، خاصة إنه كان يعاني من مرض مزمن. حالة الأب تدهورت بسرعة ونقل للعناية المركزة في مستشفى كفر الزيات لحد ما توفى النهاردة. الأهالي في الدلجمون سيطرت عليهم حالة من الحزن لفراق الأب وابنه المشهود لهم بحسن السمعة والخلق. في خطوة مفاجأة قررت لجنة القيم والانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم التقدم باستقالتها. اللجنة بررت قرارها في بيان قالت فيه أن المنظومة الرياضية في مصر لم تواكب التقدم اللي شهدته البلاد بجميع المجالات، وأضافت أن المنظومة الرياضية شهدت ترديا في القيم والأخلاق من بعض القائمين عليها، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد. دي كانت أخبارنا، استنونا في تغطية جديدة من القاهرة الآن.